احنا بدأنا في فبراير مع ظهور الكورونا، حبيت ان انا نعمل حاجة مجتمعية نساعد بيها الانسانية يعني. فعملنا المبادرة، تواصلت مع اكتر من شاف علشان خاطر المبادرة تكبر يعني، ولازم الاساسيات بتاعتها تكون متوفر فيها مكان ومتوفر فيها دكتور طبيب يعني فهمنا الرولز اللي احنا نمشي عليها صح، بلس ان كان في بروفيشنال شيفز موجودين، شيف محمد صلاح، دكتور شيف اسامه مسعود، فهم زي بروفيشنال في الكارير دوت. بدأناها للاطباء علشان خاطر طبعا احساسنا بيهم ان هم اكيد محتاجين يتغذوا، عايزين نعمل لهم حاجه تقوي مناعتهم، لان هم اكتر ناس كانوا بيتعاملوا مباشره مع الكورونا ومع المرضى يعني. كنا بنهتم جدا ان البروتين يكون عالي وان نسبه الخضار تكون عاليه ونسبه الكربوهيدرات قليله، علشان كده الوجبه مش فكره وجبه وبس يعني، هي فكره ان احنا بنقدم لهم حاجه تقوي مناعتهم وان احنا نقول لهم ان احنا معاكم يعني، قلبنا معاكم وان احنا حاسين باللي انتوا بتعملوه، شكل معنوي اكتر منه مجرد اكله يعني. احنا كلنا شباب متطوعين، في مننا اللي بيشتغل وفي مننا اللي لسه في الجامعه، بنكون اللي يقدر مننا يكون ان هو موجود في وقت الاطعام، طبعا بنيجي نعمل باكينج، نعمل نقفل نحط الاكل في العلب ونقفلها علشان تكون جاهزه ان هي توصل للناس في المستشفيات. في الحقيقة في الأول خالص كان هدفنا الأطباء، بس بعد كده لقينا أن المرضى محتاجين، أغلبية المستشفيات المطابخ بتاعتها الشفات اللي شغالين فيها أصيبوا، فبقى في مشكلة في الأكل بالنسبة للمرضى وبالنسبة للأطباء. طول ما في كورونا في مصر إحنا شغالين.